السلام عليكم خوتي وخواتاتي، صباح الخير. لاباس عليكم؟ كيفاش خليتو؟ كنديرو نحو العيد كلشي مزيان، نتمنى بخير وما يكون خير من بعد. كلشي مزيان، هو سليم من عيدنا ودرنا ديك تمارات العيد كنا شاكلين وبقى شويه وعرض وهذه راكم عارفين. دابا اليوم غادي نختمو ان شاء الله فواحد الجوله في الباطو اللي في حنايا في تونس، كاين شي واحد الجزيره سميتها جزيره حقنا. حنا غادي نمشيو لها اليوم نكتشفو، انا ديجا مشيت لها وعجبتني، غنمشيو اليوم نكتشفوها ونضربو شي دويره فيها، وانتم معنا نتساراو شي يوم بعد العيد. هيا نوريكم الجزيره ونوريكم البطو اللي غنركبو فيه وانتم معنا. ها هو خوتي البطو اللي حنا راه غادي نمشيو فيه نضربو فيه دويره، حتى الناس كلشي يركب فيه. ها هو هاد البلاصه هادي. الباطو وحنا غاديين وكنصوروا وحنا مع بعضياتنا. شوفي هاي الطريقه تتربي، انا ديش شفتها انا قلت احنا بحلم تاعها كيما ولكن بعيده. الجزيره معروفه عندهم الجزيره سميت الكرنيط، داك الكرنيط كيجيبوه هما تيديروا عليه بالصوص اللي هو الاخطبوط، معروفه هاد الجزيره به.
وصلوا الباطو وصل الضفه الاخرى والناس غيبداو يزلو باش كيساعد كلشي في الطوموبيلتو باش يمشيو ينزلو. لوكا كان النهار كانت غتبان حسان ومزيان، مي دابا النيل هانت هادي جزيرة من هنا عند كل الناس عايشين هنا. زوينة تا هنا غير هي ما ها فيها الألعاب، شوف لي كافي فيها ألعاب للزونفون فيها بزاف هانتي. هذه جزيرة قرقنة التونسية، يستعدوا باش ينزلوا. كاين صداع بزاف الانسان واش غينزل دابا. حنا كون جينا بكري كنا غادي ننزلوا حتى حنا، شوف لي الكافي اللي فيها الليل كنا غنزلوا، ولكن حيت جينا في الليل ما قدرناش، حنا غنبقاو في الباطو تيعاود يرجع. بنهار كاينه الحراره تسخنه بزاف تقدر تشاهد انت تشوفوها من نزلو. عاوتاني باش يطلعوا الناس اخرين اللي في الضفه ملي باش عاوتاني يرجعوا للجهه اخرى يرجعوا للسباكس. انتما كتشوف كلشي كينزل ايوا على سلامتهم. هاو ما عاوتاني دابا نزلوا هادوك الناس اللي جاو مسباقس، دابا هادو نزلوا شوف كل واحد فين مشى، حيت قالك باقينا شي 50 كيلومتر كيمشيو، كاينين مناطق سياحيه، كاين شواطئ، كاين اللي باغي يخيم من هذيك الجزيره، كاين عندهم واحد الشاطئ تاهو سميتو واد لاو عندهم هنا. المهم كاين بزاف ديال الشواطئ باقيه القدام اللي كينزلوا الناس كيمشيو لها، وهادو عاوتاني اللي كانوا هنا مخيمين واللي ساكنين ولا بزاف عاوتاني راجعين لسباقس، هاو عاوتاني الباطو كيعمر باش عاوتاني شويه ساعه ونص عاود نرجعوا فين منين جينا. المكان اللي انطلقنا منه مسالة الرحلة كنا بغينا صراحة نشوف ياخد كيبان بزاف د الحوايج، ولكن كان الحرارة حنا وصلنا ان شاء الله يا ربي. زوينة البسة فيه عرفتي فيها شي مكتر معايا فيه زوين ساعات تهضر معاهم تكلم معاهم العيالات ديالها حيت وصل الواد الكايات زوينين ترقيوة زعما زوينة الجولة فيه زوينة ساعة غادي وساعة رجع. الباب بدا كيتحل هادو اللي جاو دابا قلالين على باش كنا غاديين، كانوا غاديين الناس بزاف دابا هادو قلالين غير شويه، ولكن الطوموبيلات بزاف الناس مصيفين مخيمين خدامين. اخيرا كلشي وصل، هذه هي الجوله ديالنا في الباطو اليوم في جزيره قرقنه.
كوتي بطاطي انتما كما شفتوا هذه الرحله اللي كانت اليوم في هذا الباطو هذا اللي مشينا فيه الجزائر تاعنا دوزنا واحد ساعه الو ساعه روتو زوينه وحنا رجعنا بحالتنا دابا. شكرا لكم، تمنوا انتما تكونوا قريتوا زوين وتشاركوا شويه معنا ونتلاقوا ان شاء الله في فيديو اخر. شكرا، ما تنساوش لايكات والتعليقات ديالكم وفعلوا جرس باش تشوفوا الفيديو الجديد وان شاء الله نتلاقوا في فيديو اخر ان شاء الله. علي السلام عليكم الناس، كل شيء خير صح، كل شيء وصل، شركة ديال النقل طرقنا، يالي سلام عليكم.